لقد ارتويت، ولكن الماء قد نفد وما زال أمامي سفر طويل. لقد عطشت عطشا شديدا، ولكن ليس معي ماء. ماذا أفعل؟ علي أن أبحث عن الماء في كل مكان، وإلا فالعطش سيقتلني. أستسلم؟ لا، لم أستسلم. سأواصل البحث عن الماء، وسيوفقني الله بفضله ورحمته. ها؟ بئر، بئر هناك. بئر. ها هو. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا الله، الماء بعيد، بعيد جدا. لقد ارتويت. يا الله، ماذا يفعل ذلك الكلب هنا؟ إن الكلب يلعق التراب من شدة العطش، ولقد أوشك أن يموت. لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي قد بلغ مني من شدة العطش. إنه يحتاج إلى من يشفق عليه ويرحمه. إنه يحتاج إلى الماء. سأسقيه إن شاء الله. ولكن كيف أسقي الكلب وليس معي أي شيء أحضر فيه الماء؟ سأبحث عن وسيلة أسقيه بها. لقد بحثت كثيرا ولم أحصل على أي شيء لأسقي به الكلب. يا الله، لقد استبد العطش بالكلب ولا يكاد يقوى على الحركة. ماذا أفعل لأسقي الكلب؟ ماذا أفعل؟ لقد وجدتها. نعم، لقد وجدتها. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقني للرحمة بهذا الحيوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش
مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقي الكلب، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة.